نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. إسرائيل على التل ولبنان مقطوعة شرايينه بأيدي وأرجل ودراجات بعض أبنائه احتجاجا على تفلت لسان وزير الخارجية بحق رئيس البرلمان. إسرائيل تهدد لبنان بالاستيلاء على البلوك التاسع الغازي في المياه الإقليمية اللبنانية. ماذا تريد إسرائيل؟ وزير حربها يقول إن هذا البلوك إسرائيلي، وقد قرأت المراجع اللبنانية في هذا الكلام خطورة على السيادة اللبنانية. وهكذا تخطط إسرائيل لاحتلال بحر لبنان بعد طردها من بره. ورغم خطورة المسألة، التيار الوطني الحر لا يريد أن يعتذر، رئيسه وزير الخارجية ولا حركة أمل تركت الشوارع في العاصمة والطرق في عدد من المناطق. وأكثر من ذلك، لم تعد القضية تتعلق بزلة لسان وبكرامات، وإنما أخذت منحى أمنيا بتهديد الاستقرار، وسياسيا بشكوى الوزير حميدي من ممارسات غير مقبولة في العهد الحالي. وعلى الرغم من كل ذلك، يتحلى رئيس الجمهورية بالتسامح، ويتمسك رئيس المجلس النيابي بالاستقرار، فيما يتمسك رئيس مجلس الوزراء بالصبر بعدما طالته صيحات بعض أنصار حركة أمل بالشتائم. التظاهرات قبيل هذا المساء تمت بالدراجات النارية والسيارات وبالتجمع أمام اليونسكو بمشاركة الوزير حميدي. إلى الشارع مجددا بطريقة هادئة وأكثر سلمية، ووسط إجراءات أمنية مكثفة، نفذ مناصرو حركة أمل من تربويين وأساتذة جامعات وطلاب وقفة رمزية تضامنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وزارة التربية والتعليم العالي في اليونسكو. وقد انضم وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي والنائب علي خريس إلى الوقفة الرمزية. الوزير حميدي أكد وقوفه إلى جانب الرئيس بري، واعتبر أن هذا الاعتصام يرمز إلى الحريات والديمقراطية والتمسك بالدستور. وتجمعكم أمام وزارة ترمز إلى التربية والتعليم، يعني هي من يعاكس ويقاوم اللا تربية واللا تعليم. تجمعكم أمام الوزارة له رمزية كبيرة اليوم، لأن هذه الوزارة ترمز إلى الحريات الديمقراطية في لبنان، إلى التمسك بالدستور. النائب خريس أكد من جهته أن هذا الاعتصام عفوي وشعبي بكل حضارة ومحبة، مشيرا إلى أن ما حصل والخطيئة التي ارتكبها وزير الخارجية جبران باسيل لن تمر مرور الكرام، والناس هنا تعبر عن رأيها. لا يمكن أن نقبل بأنه يعني قسم أن يتطاول على عملاق كبير اللي هو الرئيس نبيه بري، وظاهر أنه يعني في حدا بده رجعنا إلى ما قبل الطائف. نحن بدنا نأكد على الطائف، وبدنا نأكد على الدستور وعلى تطبيق الدستور وعلى تطبيق الطائف مهما حاولوا السعي لإلغاء الطائف. ومنذ قليل وصلت مجموعة من مناصري حركة أمل إلى وسط بيروت للتعبير عن تضامنها مع الرئيس نبيه بري. إعلان وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أن بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لإسرائيل، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، سجل ردود فعل رافضة ومستهجنة. تصريح وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلوك الغاز رقم 9 هو لإسرائيل، وممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في إسرائيل، أثار موجة من الردود اللبنانية. فقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن مثل هذا الكلام يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، يضاف إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب. الرئيس الحريري أكد من جهته أن هذا الإدعاء باطل شكلا ومضمونا، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضب حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة. وزير الخارجية جبران باسيل علق على كلام ليبرمان بالقول: كنت قد قلت في رسالتي إلى الأمم المتحدة في 18/1/2018 أن الجمهورية اللبنانية تؤكد على حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل. نص رسالة الوزير باسيل جاء فيها أن الحكومة اللبنانية تعارض بشدة على الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد أن البلوك التاسع
يقع كليا في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وفي هذا الإطار تطلب الحكومة اللبنانية الاستناد إلى لائحة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا ورأى وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هو اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية، مشددا على أن لبنان لن يرضى أن يفرض أحد عليه أي قيود لاستغلال موارده النفطية. وأكد أبي خليل أن لبنان سيستعمل كل الوسائل المتاحة لحماية أنشطته البترولية. وزير الدفاع يعقوب الصراف من جهته أكد أن لبنان بأسره متمسك بحقوقه، ولبنان كله سيدافع عن موارده. حزب الله وفي بيان له اعتبر أن تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة. إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته. في تركيا التي زارها اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري، توج محادثاته مع إردوغان في القصر الرئاسي، وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أن لبنان يريد عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم. عقد رئيس الحكومة سعد الحريري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وكان الرئيس الحريري عقد ونظيره التركي بن علي يلدرم مؤتمرا صحفيا مشتركا أشار فيه إلى الاتفاق على أن لا مخرجا من الأزمة السورية إلا بحل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري والنازحين منهم. كما تطرقنا إلى الأزمة المستمرة في سوريا، والتي اتفقنا أيضا على أن لا مخرج منها سوى بحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويضمن حقوق جميع المواطنين السوريين وبخاصة حقوق النازحين منهم. ولبنان يريد ضمان عودة آمنة لهؤلاء إلى بلادهم، وبانتظار ذلك نحن نقوم بتنسيق المواقف مع الحكومة التركية بشأن مواجهة أعباء النازحين. الرئيس الحريري شكر لتركيا تعاونها فيما يخص تسليم المتهم بتفجير صيدا الأخير، فيما رأى رئيس الوزراء التركي أن تطبيق سياسة لبنان الحيادية أمر هام للغاية. فيما يتعلق بتعزيز البنى التحتية اللبنانية وفيما يتعلق بالمشاركة في هذه تنفيذ هذه الأمور، نحن قررنا بالمشاركة الفاعلة في هذا الصدد في روما وفي باريس، ستتحقق اجتماعات هناك وستشارك تركيا هذه الاجتماعات بشكل فاعل، ونحن هدفنا هنا لتطوير البنى التحتية اللبنانية ومشاركة شركات المقاولات التركية والمؤسسات التركية من أجل تحقيق ذلك وإنجاز ذلك، وبذلك الإسهام للاستقرار في البلاد. الرئيس الحريري كان استهل زيارته تركيا بالتوجه إلى ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى أتاتورك، حيث وضع إكليلا من الزهر ووقف دقيقة صمت. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن حل الخلافات يكون في المؤسسات الدستورية لا في الشارع، ومن يعرقل البلد لا يريد للبلد خيرا. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أنه مصمم على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان، وجدد التزامه اتفاق الطائف داعيا إلى تطبيقه من دون انتقائية واحترام مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي تحمي الوحدة الوطنية وتصونها وتحقق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة. رئيس الجمهورية أبلغ وفد الرابطة المارونية برئاسة النقيب أنطوان قليموس أنه لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية التي تحصل، لافتا إلى أن من يعرقل مسيرة الإصلاح لا يريد الخير للبنان واللبنانيين، كما لا يريد بناء دولة القانون والمؤسسات. إذا تخلى الحاكم عن الدستور والقوانين، ماذا سيكون البديل لاتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد؟ الرئيس عون شدد على أن الشارع
لم يكن يوما مكانا لحل الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية، لأن اللجوء إلى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان وسط جواره المتفجر، لافتا إلى أن ما حصل في اليومين الماضيين يجب ألا يتكرر. سأبقى أعمل لتمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها البعض أمامي، لأنني أدرك أن هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية، ولن نوفر جهدا إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة ولتحسين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على أنواعها. وكان النقيب قليموس قد ألقى كلمة في مستهل الزيارة أكد فيها وقوف الرابطة المارونية إلى جانب رئاسة الجمهورية إعلاء لمنطق الدولة الذي هو الأساس، رافضا أن يكون الشارع مكانا لبت الخلافات السياسية وردات الفعل عليها. الرئيس عون التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حصباني، الذي أوضح أنه وضع رئيس الجمهورية في أجواء مشاركته في منتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس ومناقشاته. كذلك أطلع حصباني الرئيس عون على مسار النقاش في موضوع تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار وأصبح من الضروري بته. الرئيس عون استقبل وزير الصناعة دكتور حسين الحاج حسن مع وفد من المسؤولين في الوزارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور، وقد قدم الوزير عرضا مفصلا للواقع الصناعي مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الصناعة اللبنانية وإلى تراجع الصادرات، وقدم تقارير ضمنها الخطة التشغيلية لوزارة الصناعة سنة 2018 والخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة حتى سنة 2020، ودعا الوزير الحاج حسن إلى حماية الصناعة اللبنانية منوها بعملهم وتعاونهم. لفت الرئيس عون إلى أن الخطة الاقتصادية التي يجري العمل لإقرارها تعطي حيزا كبيرا للصناعة اللبنانية وقطاعات الإنتاج الأخرى. الأوضاع الاقتصادية والزراعية في البقاع وحاجاته كانت محور بحث بين الرئيس عون والنائب عاصم عراجي. الرئيس عون عرض في حضور الوزير السابق ماريو عون حاجات بلدة الناعمة مع وفد من بلديتها، خصوصا ما يتعلق بالمشاريع الإنمائية. من جهة ثانية وفي الوضع السياسي العام القائم، أشارت أوساط المطلعة إلى أن من يقرأ جيدا أو يريد أن يقرأ جيدا ما ورد في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء، يجد الرغبة العميقة والقوية للرئيس عون في لملمة الوضع ولتبديد الضغط الحاصل وإعادة الأجواء إلى طبيعتها بإعادة الخلاف السياسي إلى المعالجة السياسية، ويبقى انتظار ما يمكن أن يحصل لجهة تجاوب الأفرقاء مع هذا الاتجاه الذي حمله بيان الثلاثاء والذي تحدث عن مسألة التسامح ونبذ معالجة الخطأ بالخطأ. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في لقاء الأربعاء أننا لن نتراجع قيد أمولا عن مقارباتنا الدستورية والنظامية والقانونية في كل الملفات، وهو يمتلك الشجاعة ليقدم اعتذارا بما حصل على الأرض. دائما لم يكن السبب مثل النتيجة، موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء جاء ردا على البيان الذي صدر عن بعبدة وفيه أن ما حصل على الأرض خطأ كبير بني على خطأ. النائب علي بزي نقل عن الرئيس بري أنه لم يطلب اعتذارا له، بل المطلوب اعتذار إلى كل اللبنانيين، مؤكدا أن لا الرئيس بري ولا حركة أمل لهما علاقة بما حصل على الأرض، مشيرا إلى أن الرئيس بري لم يطلب اللجوء إلى خيار استقالة الحكومة. كذلك تطرق بري إلى زيارة نتنياهو إلى روسيا ووصفها بالخطيرة. ويهم دولة الرئيس نبي بري أن يقول أنه دائما لم يكن السبب مثل النتيجة، وبطبيعة الحال هو لم يطلب اعتذارا، بل كان المطلوب تقديم اعتذار إلى اللبنانيين، كل اللبنانيين، للإهانات والإساءات التي حصل. ودولة الرئيس نبيه بري يمتلك من القوة والشجاعة والوعي والوطنية والأمانة والحرص على كل اللبنانيين ما يدفعه إلى أن يقدم دولة الرئيس نبيه بري اعتذارا إلى كل اللبنانيين الذين لحق بهم أذى على الأرض، بالرغم من أن الجميع يعرف أن لا الرئيس نبيه بري ولا حركة أمل لها علاقة من قريب أو بعيد بما حصل على الأرض. كل كلام يشاع حول استقالة الحكومة وغيرها يعتبر أنه لم يناقش هذا الموضوع ولم يطلب من أحد اللجوء إلى هذا الخيار،
بل هناك مصلحة في عدم استقالة الحكومة، ولكننا في السياسة ما زلنا عند مواقفنا، وفي الملفات ما زلنا عند مواقفنا، ولم نتراجع قيد أنملة عن مقارباتنا الدستورية والنظامية والقانونية. وكان لافتا مشاركة وزير التربية مروان حمادي في اللقاء تضامنا مع الرئيس بري، وليذكر كل من يتناسى أننا في جمهورية ديمقراطية برلمانية ولسنا في نظام رئاسي. وفق الطائف والدستور وحتى الميثاق الوطني من 43 نحن بجمهورية ديمقراطية برلمانية، لسنا في نظام رئاسي. رئيس بري مثل ما شعرنا وهلأ بيحكوا الزملاء عنه ما بده أبدا توتير للأجواء، ولكن في مواقف أساسية كلنا بدأنا نشكي منها مع الوقت وصارت تتراكم، وهي يمكن أكثر من الشتائم في أساس الأزمة العميقة التي نحن فيها. وفي عين التين وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس حنان ناشف الذي أكد التضامن مع الرئيس بري والاستعداد لخوض معركة الانتخابات النيابية. أكد وزير الإعلام الحمرياشي أن أخلاقيات الإعلام أساسها احترام خصوصية الغير، مطالبا القائمين على وسائل الإعلام وزملاء الإعلاميين توخي الدقة في نشر الأخبار ونقلها واستقاء المعلومة من مصدرها الأساسي. وقال رياشي: طلعتنا أحدى وسائل الإعلام صباح اليوم بخبر بعنوان فرار مجانين من مستشفى المجانين في المتن الشمالي، ونقله بعض المواقع الإلكترونية من دون التأكد من صحته. أضاف أن وسائل الإعلام مطالبة باحترام خصوصية الناس ولا سيما منهم المرضى من دون تشويه الحقائق ونشر صور كاذبة عنهم، رأفة بكرامتهم واحتراما لمشاعر أهليهم واحترام خصوصيتهم. وكان مستشفى دير الصليب في بصليم نفيا قاطعا ما ذكرته أحد الصحف عن فرار عدد من المرضى في المتن الشمالي. تونال نهر الكلب كازينو لبنان، نفق مدفوع ينتظره لبنان، فمتى يبصر النور وهل يحبذه اللبنانيون؟ التوقيت الذي سلكنا فيه هذه الطرقات هنا، أي من الدورة مرورا بجوني وصولا حتى كازينو لبنان، لم يكن في ساعة الذروة، بمعنى آخر أن اللبنانيين لم يعودوا بعد من وظائفهم. تيسر الأمر قليلا في طريق الذهاب لكنه تعثر إيابا، وهكذا دوليك. زحمة السير على هذا الخط المروري قديمة جدا، وشكوى اللبنانيين الذين يمضون غالب أوقاتهم على الطرقات تكاد لا تنضب. نص شغلي اختصرته من بيروت وضليت هون من وراء عجقة السير. نفق نهر الكلب كازينو لبنان مشروع قديم جديد، وقد أقرت الحكومة صرف مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لمجلس الإنماء والإعمار لإجراء دراسة لهذا المشروع الذي يشكل متنفسا مهما للاختناق هنا يوميا، وقد بدأ العمل بذلك. مفترض أنه بخلال شهرين يسلمونا الدراسات لهذا الموضوع. هو مشروع قديم جديد، قديم لأنه الفكرة كانت موجودة من زمان، من فكرتين، واحدة نفق وواحدة جسر بالبحر يمتد من مكان إلى مكان آخر. البحث جاري بشكل أساسي هلأ بموضوع النفق اللي برأينا أنه بيحمل العالم من هلأ لحوالي 25 سنة لقدام. طبعا بس تخلص الدراسة يطرح المشروع، المشروع ممكن نعمل عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، منشوف أي أحسن شركة وأفضل شروط للدولة اللبنانية مشان ننفذ على أساسها. يشرح وزير الأشغال لتلفزيون لبنان كيفية تلزيم أي شركة هذا المشروع بشروط تتلائم وإمكانيات الدولة اللبنانية. لمجرد يخلص المشروع الحكومة طبعا هلا بتستقيل بعد انتخابات مجلس النواب، أول وزير بيجي إذا ما كان مجلس الإنماء والإعمار هو بده يطرح المناقصة، أول حسب التعريف تبعها يمكن يكون شركة تجي تقول أنا بمول هذا المشروع على مدى 10 سنوات، على مدى 15 سنة بيابل، يعني بيندفع على المدخل وعلى المخرج من تاني ميل
على مدى 10 سنوات أنا بعتبر حالي أني رديت مصرياتي. أي شركة أجنبية بتجي أو يمكن أشخاص محليين ومستثمرين محليين حال الماء إذا بيتنفذ هذا المشروع بيقول نشوف أشو الأنسب بالنسبة للدولة اللبنانية. مع سؤالنا عن مشروع نفق قد يكون المرور به أو الخروج منه مدفوعا تفاوتت آراء اللبنانيين. عطول هو بهن الفلوس ولا بهن نفوس المواطن اللبناني بيدفع مصاري مهما يعلق بعجقة سير ما إيه أنا معه بس مش يدفعوا العالم مصاري بكفيها دفع. ليش بدي واحد يدفع مصاري واحد يدفع كمان مصاري ده يدفع يمشي على الطريق كمان؟ المهم نخلص من العجلة. أزمات لبنان كثيرة تتأرجح بين السياسة والإنماء وما يربطهما، وأزمة السير واحدة قد تكون الأهم. من هنا فإن الاهتمام بتطوير الشبكة المرورية في لبنان واجب من المهم النظر إليه بعين المسؤولية، على الدراسة لا ترمى في الأدراج فيبقى المشروع حبرا على ورق. طبعا أنا ما بقدر بوعد عن الحكومة الجاية، بس بتصور أول عهد الحكومة الجاية لازم يكون في تلزيم لمشروع النفق. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تم إطلاق العمل الميداني في مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان، وتجديد على أهمية هذا المسح في خدمة السياسات الهادفة. إطلاق العمل الميداني في مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبدعوة من دائرة الإحصاء المركزي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في السراي الكبير. المؤتمر لفت إلى أن الهدف من هذا المسح توفير ثروة طائلة من المعلومات التي تخدم السياسات الهادفة، إضافة إلى تحسين ظروف المعيشية وتطوير خصائص القوى والعاملة. كما يوفر هذا المسح مصدرا مهما للمعلومات المتعلقة بالخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية. النائب عمار حوري ممثلا الرئيس الحريري شدد على أهمية هذا المسح لما يوفره من معلومات مفيدة تخدم السياسات المستقبلية، شاكرا الاتحاد الأوروبي لدعمه. نحن اليوم في زمن الداتا، في زمن المعلومة الموثقة، في زمن الرقم المدروس المعتمد على خصائص محددة والمعتمد على الشفافية وعلى الحقيقة، وهي المرة الأولى ربما التي سيتوفر فيها بيانات بهذا الحجم ل40,000 أسرة وعلى كامل الأرض اللبنانية ومن جنسيات مختلفة. وتم التأكيد خلال المؤتمر على التزام منظمة العمل الدولية بالدعم الدائم للحكومة اللبنانية لإجراء هذا المسح بغية مساعدة صناع القرار في صناعة السياسات لبناء مستقبل آمن للبنان. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. رجل دنماركي يجول العالم من دون استخدام طائرة وصل إلى بيروت وتحدث لتلفزيون لبنان عن رحلته التي بدأت منذ أكثر من 4 سنوات. نيلة شهوان. هذا الرجل يدعى ثور، غادر بلده الدنمارك منذ أكثر من 4 سنوات، الهدف زيارة كل البلدان في الكرة الأرضية ومن دون استعمال الطائرة، وقد زار حتى الساعة 143 بلدا. That's my family. Look at that. Param! 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 إلى لبنان وصل منذ أكثر من 45 يوما وهو بانتظار الحصول على فيزا للدخول إلى سوريا ومتابعة المسيرة، ويقول إنه لديه حتى إكمال مسيرته 60 بلدا. أتنقل كسفير للنوايا الحسنة في الصليب الأحمر الدنماركي. بدأت الرحلة في العام 2013 وزرت حتى الساعة 143 بلدا من دون استخدام الطائرة. قابلت العديد من الأشخاص وهدفي نشر ما أراه في البلدان. البعض يهمه رؤية ما يحصل في كل بلد، والبعض الآخر يتابعني لمعرفة أين أصبحت في رحلتي. وإذا تمكنت من إنهاء هذا المشوار بعد سنتين في جزر الموريس، أكون أول شخص على وجه الكرة الأرضية قد أتم هذا المشروع. وبالنسبة إلى إقامته في لبنان، Sometimes I talk about the misrepresentation of countries in the media. أنا أتحدث دوما عن سوء نقل المعلومات عبر وسائل الإعلام، وهذا ما قد يشعر به العديد من الأشخاص.
بالأمس مثلا كنت أتزلج في المزار وأمضيت وقتا رائعا وأنا أنشر الصور التي لاقت رواجا، لأن البعض لم يكن يتخيل أنه بإمكانك التزلج في الشرق الأوسط. وأحاول أن أشرح للناس أن العالم ليس كما تشاهدونه عبر شاشات التلفزة. But look at this, I'm surrounded by cedar trees. And the cedar trees, they grow really slow. They can be 2,000 years old. We're at the Imsar and the snow is perfect and the sky is blue and there's absolutely nothing to complain about. ختاما مع الصفحة الاقتصادية. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي عن تخفيض عدد العاملين الاجتماعيين في مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً، والذي تخطى 600 موظف إلى النصف، ليتسنى صرف هذه الموازنة على الأسر الأكثر فقراً في لبنان. بما أنه طبيعة العمل تغيرت، بما أنه كان الهدف الوصول ل 44 ألف عائلة من ضمنهم 10,000 عائلة بيستفيدوا من البطاقة الغذائية، ووصلنا لهذا الهدف، تركيبة البرنامج كمان سوف تتغير. نحن اليوم نعاني ضائقة مادية بالبلد، ونحن اليوم على مستوى موازنة الدولة عندنا تحديات كبرى، وأنا اليوم كوزير مسؤول عن مال الناس يلي بنسميه المال العام. وبالتالي اليوم عندنا حوالي 640 عامل اجتماعي ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. هلأ البرنامج بطل بحاجة لهالأعداد هيدي، وسوف يتم تخفيض الأعداد. صار لي تقريبا سنة عم بقولها وبدي كررها اليوم، لأنه اليوم القرار نهائي بتخفيض الأعداد ابتداء من اليوم. أنا مسؤول عن المال العام، وأنا مسؤول عن دعم الأسر الأكثر فقرا اللي هي فعلا أكثر فقرا. هودي من خزينة الدولة، من موازنة وزارة الشؤون، ومن مصريات الناس. كل المعاشات في بعض الموظفين بالإدارة المركزية بيدعمون البنك الدولي صح، ولكن هال 640 عامل اجتماعي 640 معاش من حساب الدولة اللبنانية، تتكون واضحة يعني. بوعاصي أكد بدعم الأسر الأكثر فقراً على المهن التي يحتاجها السوق في لبنان، وحول آخر الإحصاءات التي تؤكد أن ثلث سكان طرابلس تحت خط الفقر ودور الوزارة في هذا الخصوص، رد بوعاصي: للأسف أنه مستوى البطالة بطرابلس، بأسف أقول هالكلمة وعايب أقولها، أي طبعا يعني مش تلت، لا أعلى بكتير من التلت. وأنا هداك النهار بمؤتمر وكان بحضور أصدقاء وكنا بالسراي، قلت أنه ما في شيء اسمه 60% بطالة. هيدي لحظة ما قبل الانفجار الاجتماعي، هي اسمها هيك، ما اسمها بطالة، بقى صار شيء أخطر من هيك بكتير. إلى هنا تنتهي نشرتنا، توني وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. مطلقاً يتجدد عند 11:30، إلى اللقاء.